للاطلاع على كافه الاجواء والاستعدادات قبل انطلاق اللقاء. مساء الفل عليك يا احمد، اتفضل. مساء الفل عليك يا زميل العزيز احمد خير، وبالتاكيد كل التحيه لنجوم التحليل الكرام الكبار ده خصوصه، كل التحيه لمشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، من هنا من استاد السلام ولقاء نادي البنك الاهلي ونادي بلديه المحله في مباراه بالتاكيد مهمه لكلا الفريقين، يعني كلا الفريقين يريد الخروج من النفق المظلم على حساب الاخر. فالمباراه النهارده تعتبر مش بثلاث نقاط، لا بالعكس تعتبر بست نقاط. يعني خير لو اتكلمنا عن فريق نادي البنك الاهلي، في حرس الكابتن طارق مصطفى المدير الفني للفريق على اعطاء اللاعبين راحه عقب اللقاء الاخير امام نادي الجونه، ثم استأنف المران عقب الراحه بالتدريب واستعدادا للقاء اليوم. كان على هامش المراكن هناك عده اجتماعات للجهاز الفني مع اللاعبين لتحفيزهم للقاء اليوم والتاكيد على اهميه الثلاث نقاط ولا بديل عن الثلاث نقاط اليوم امام نادي بلديه المحله. يمكن المران خلال المران الكابتن طارق مصطفى حدث عن فريق نادي بلدية المحله، واكد ان فريق نادي بلدية المحله من الفرق المنظمه والفرق القويه، من الفرق اللي تمتلك لاعبين اكفاء وصغار في السن ومميزين في جميع خطوط الملعب، بالاضافه لان امتلاكه لجهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن احمد عبد الرؤوف. يمكن ايضا على هامش المراكم في عده تدريبات تخصصيه للمدافعين مع الكابتن امير عبد العزيز وللمهاجمين تحت قياده الكابتن طارق مصطفى. غير النهارده على لقاء اليوم لفريق نادي البنك الاهلي كله من محمد ابو جبل وابراهيم حسن واحمد ياسين. على الجانب الاخر فريق نادي بلديه المحله، فعقب نهايه لقاء نادي بيراميدز استمر المرار ثاني يوم بدون راحه. يمكن كابتن احمد عبد الرؤوف حرص على تدريب اللاعبين استعدادا للقاء اليوم. يمكن على هامش ايضا المران كابتن احمد عبد الرؤوف ايضا اعطى بعض التعليمات لفريق نادي البنك الاهلي، وشاهدوا عده لقاءات لنادي البنك الاهلي للوقوف على نقاط القوه ونقاط الضعف. يمكن ايضا كان هناك جلسه للاستاذ مصطفى الشامي رئيس مجلس اداره مع اللاعبين وتحفيزهم ووعدهم بمكافئات خاصه للقاء اليوم واللقاء القادم ايضا امام نادي انبي بلائحه خاصه لكلا اللقاءين. يمكن ايضا حرص مجلس الاداره على توفير رحلات لجماهير نادي المحله لمسانده الفريق اليوم امام نادي البنك الاهلي. يمكن يغيب عن نادي بلديه المحله اللقاء اليوم كله من احمد حسن للاصابه. يمكن كابتن احمد عبد الرؤوف حرص على تعديل التشكيل النهارده عن اللقاء الاخير امام نادي بيراميدز باشتراك وحيد محسن على حساب ماجد هاني واشتراك كهربا على حساب موسى افرا. يمكن درجه الحراره مرتفعه جدا الزميل العزيز احمد خير، تقترب ل 40 درجه مئويه، وتقدم التحكيم بقياده الكابتن محمود البن هو اول من وصل ملعب المباراه فوق قصوره نزل الاطمئنان على حاله الملعب وحاله المرمين. الزميل العزيز احمد خير، دي كانت كل الاجواء الكواليس قبل انطلاقه وبدايه لقاء بلديه المحله او البنك الاهلي وبلديه المحله. تعود الكلمه اليك، تفضل.